أستاذ منصور دهامشي سكرتير الجبهة ضمن القائمة المشتركة، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. ممكن أستاذ منصور تطلعني على جس نبض الشارع العربي بالنسبة لمدى تأييد القائمة المشتركة للانتخابات المقبلة؟ نحن نشهد يعني في الآونة الأخيرة دعم غير محدود للقائمة المشتركة. هناك يعني تجاوب مع طرح برنامجنا، وأهلنا يعني يبادرون حتى لدعم القائمة المشتركة بكل ما أوتوا من قوة. هذا الدعم والتأييد يعني عهدناه دائما من أبناء شعبنا في كل انتخابات، حيث يعلمون من يمثلهم بشكل وطني وبشكل سياسي. وهذا الدعم أصبح يعني معهودا لدى أبناء شعبنا، نعتز به ونعتز بدعمهم كونهم يعرفون ويعلمون علم اليقين الفرق بين من يمثلهم بشكل صحيح وبشكل وطني وبشكل ملتزم، ومن يحاول الضحك عليهم واستغلال أصواتهم من أجل دعمه، أمثال بنيامين نتنياهو بزياراته المكوكية للبلدات العربية. هذا الكذاب المنافق الذي يعني عمل على مدار سنوات طويلة في معاداة الجماهير العربية وصنع القوانين العنصرية مثل قانون كامينتس وقانون القومية، يأتي اليوم بكذبته الجديدة وكأنه يتعامل مع العرب بشكل سادس ويستهدلنا من أجل أن يقتنص أصواتنا. فشر هو وكل سياسته المعروفة لدى جماهير شعبنا. شعبنا أوعى من هيك، شعبنا شعب مسيف واعي، يعلم من يخدمه ومن يكذب عليه ويحاول خداعه. لن يخدعه لا بنيامين نتنياهو ولا أعوانه، وسيكون شعبنا إلى الجانب الوطني، إلى جانب تمثيله الوطني الشرعي في هذه الانتخابات. أستاذ منصور، الاستطلاعات العبرية لا تبشر كثيرا بالخير، وأفضلها تعطي المشتركة 9 مقاعد، كيف تقيم صحة هذه الاستطلاعات؟ دائما يعني الاستطلاعات لم تنصفنا كجماهير عربية في البلاد، دائما كانت تعطينا يعني بين 8 و9، وفي الآونة الأخيرة وصلنا إلى 13 بعد ما أعطونا 9 مقاعد، والمرة الأخيرة أعطونا 8 إلى 9 وصلنا 15. يعني إذا اليوم بيعطونا 9 مقاعد، هذا دليل وشهادة اللي نعتز فيها إنه أهلنا ما داموا وما زالوا يدعمون القائمة المشتركة بكل قوة، وسنحصد في هذه الانتخابات القادمة أكثر من 11 مقعد. طيب، هل وقعت المشتركة على اتفاق لفائض الأصوات ومع من؟ لا، حتى الآن لم يتم توقيع فائض أصوات، لم يتوجه لنا أحد، والموضوع ما زال مفتوح. كيف ترى تعامل الشرطة في قمع المظاهرات من قبل المواطنين العرب واعتقال متظاهرين سلميين؟ واضح أن الشرطة تتعامل بشكل عنيف جدا، وهي تتعامل مع المواطنين العرب كونهم كأنهم أعداء، أعداء مباشرين. البطش الذي كان في المظاهرة السلمية في الفحم إنما يدل على مدى عدائية الشرطة لهذه الجماهير المسالمة التي تطالب بأبسط الحقوق. يعني لم نشهد في أي دولة بالعالم مثل هذا التعامل العنيف الوقح والبطش في الجماهير العربية من أجل يعني تدجينهم ومن أجل جعلهم كالدجاج في قن. هذا التصرف سيرد عليه أهلنا وشعبنا بكل قوة. نحن نرفض هذا التوجه، نرفض هذا العنف، ونقول للشرطة بدل أن تكون عنيفة مع المجتمع المسالم الذي يسعى إلى نيل حقوقه ويسعى إلى الحصول على مطالبه، وهي أبسط ما يمكن أن يكون بمعاداة وبمواجهة الجريمة والمجرمين، هي تبطش في الجمهور الذي يدافع عن هذا الشعب ويدافع عن سلامة شعبنا. نريد أن نعيش بسلامة وبكرامة فوق تراب وطننا، ولذلك نحن نقول بشكل قاطع سنقف في وجه هذه الشرطة من أجل تغيير سياستها وتغيير تعاملها مع شعبنا. هذا ما هو المطلوب من شعبنا. شعبنا يقف في وجه الشرطة لأنها فعلا تقوم بعكس ما يطلب به شعبنا.
طيب على من ستوصي القائمة المشتركة لترشيحه من قبل رئيس الدولة لتشكيل الحكومة المقبلة في ظل صعوبة أي من المرشحين حسب الاستطلاعات بتشكيل حكومة؟ يعني الآن بهذه المرحلة لا نرى أي من المرشحين يستحق أن نرد عليه، كلهم يعني بالعربي الفصيح أسوأ من بعضهم البعض، ولذلك لا نرى بهذه الفترة أي منهم يستحق توصية القائمة المشتركة. ألف شكر لك أستاذ منصور دهامشي، وبالنجاح للقائمة المشتركة. شكرا لكم، وإلى اللقاء. إلى اللقاء.